جهود مصرية أفضت إلى نجاح المصالحة الفلسطينية، حيث نجحت القاهرة فيما أخفق فيه كل من حاول اختطاف دورها في الدوحة وأنقرة. المزيد في العرض المعلوماتي التالي وبسمة السعداء. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. جهود مصرية أفضت إلى نجاح المصالحة الفلسطينية، حيث نجحت القاهرة بينما أخفقت فيه كل من قطر وتركيا. خلال الأعوام الماضية ظل ملف المصالحة الفلسطينية متأرجحا ما بين الدوحة وأنقرة والقاهرة، لتتمكن مصر في النهاية من إنهاء حالة الجمود التي ظل عليها الانقسام طيلة 10 أعوام. بناء على جهود مصر، أعلنت حركة حماس من القاهرة في 17 سبتمبر الماضي، أعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله إلى ممارسة مهامها من القطاع، فضلا عن إجراء الانتخابات العامة تلبية للدعوة المصرية وتحقيقا لآلية تنفيذ اتفاق القاهرة عام 2011. في يونيو 2016 استضافت قطر جلسات مباحثات بين كل من وفدي الحركتين الفلسطينيتين فتح وحماس، إلا أن المباحثات انتهت بالفشل نتيجة إخفاق الوفدين في التوصل إلى حل لتأخر رواتب الموظفين، بالإضافة إلى استمرار مشكلة الكهرباء بالقطاع. وفي أثناء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنقرة ولقائه مع أردوغان، قدم الأخير مبادرة في شأن ملف المصالحة الفلسطينية وعملية السلام. ومع بدء توافد الوفود الفلسطينية على القاهرة، سواء من حركة فتح أو من حركة حماس أو تيار الإصلاح داخل فتح، بدأت أنقرة تتراجع. وفي 5 سبتمبر كشف السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى، كشف عن أن السلطة التركية منزعجة جدا من التقارب الأخير بين حركة حماس وفتح، ليعلن تراجع الأمال في قدرة تركيا على إنجاح هذه المصالحة. كما تشاهدون مشاهدينا، يتخطى دور القاهرة جمع الفرقاء الفلسطينيين إلى مائدة واحدة، حيث سيصل وفد مصري إلى قطاع غزة لمراقبة تطبيق ما تعهدت به حماس من اتفاق لانتقال السلطة من حماس إلى حكومة الوفاق. وفي حال تراجع أي طرف عن هذه التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسؤولية. كان هذا مشاهدينا عرضا سريعا، أشكركم شكرا جزيلا على حسن وطيب المتابعة.